والله إنجاز إحنا بنفتخر فيه افتخار كبير. وبعدين يعني أنا صحيح إنهم 48 ميدالية، لكن في 23 ميدالية فضية على صدر 23 لاعب من لاعبي المنتخب الرديف، و12 ميدالية فضية على صدر لاعبي منتخب السلة، وأيضا 12 ميدالية فضية برونزية على صدر لاعبات كرة السلة، و16 ميدالية لاعبات كرة اليد. فإحنا الحمد لله الإنجاز هذا بنعتز فيه، نعتز باتحاداتنا اللي حققت إنجاز، نتمنى للاتحادات اللي ما حققت إنجاز بالدورات القادمة تحقق إنجاز. هذا إنجاز كبير للبعثة الأردنية وللجنة الأولمبية وللاتحادات الرياضية، وجاء من جهود سمو الأمير فيصل ومن جهود كل رؤساء الاتحادات وعلى رأسهم سمو الأمير علي. إحنا بنفتخر بإنجاز الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، لأنه كانت جهود جبارة من كل اللاعبين، ومنقول لهم الله يعطيكم العافية.